لا لا ما تقدنيش وما تقد واحد وهي لقت هذا الشيء ما متفقش معاها وانا تذلك قد شيء اخر تقولك تقول لك ما بغاش تقول هذا الشيء يمكن زقت لها الكلام ولا قالت اشياء ما زق بس ما حر انا حقوي سمح لي بس ما حقوي انسانه تنعرفها ما متفقش معها بعض الاشياء ولكن تنحترمها وتتحترمني الانسان اللي في الحكم عنده واحد مسؤوليه وعنده واحد ما عندك حسابك المغرب عنده أموال كثيرة باش يعطي يفرقها لا خصنا ذاك لو سميك ل 2000 درهم و 2200 خصو يطلع ولو سماك حتى هو ديال في القرى وخصنا الناس هادشي اللي داينا في الغماد مهم بزاف ومؤسسة محمد الخامس للتضامن تا هي تتقوم واحد العمل والجمعيات تتقوم واحد العمل والدوله في اليان دي مهمه تا هي المبادره الوطنيه تا هي مهمه ولكن خصنا اكثر من هذا اكثر من هذا خصنا يكون واحد أجر ادنى لجميع المغاربه جميع الفقراء لانه لمشينا حطينا الثمن ديال علينا الثمن ديال ديال البنزين ولا ديال غاز ولا ديال السكار ولا اتاي ولا ديال اشياء هكا خصنا خصنا نعرفوا بانه خص واحد شيء اخر نعطيهم واحد القدر مالي اللي يمكن لهم باش يكون في المستوى وهذا لا بد يكون الناس اللي ما عندهمش انت تقدك 20 درهم لا انا ما تقدنيش ما تقد حتى واحد اي مغربي كيف ما كان واي انسان في اي بلد في العالم الا كان يعيش مسكين وخا بالزيتون ولا كان عنده الاولاد خصو فين يسكن وخصو الضو فين باش تقدوا هذا 20 درهم ما تقدوش <applause> لا ما تقد حتى واحد الله يخليك وما تنتمنى حتى لواحد انا تنتمنى واحد 200 درهم لكن تنتمنى لي تنتمنى 200 درهم في النهار لاي عائله واخا تكون صغيره و... وتكون هذا الادنى وتنتمناه نوصلوا لواحد الوقت ما نساوش بعض الدول الاوروبيه الحد الادنى هو حد دابا 1000 ديال الاورو 1000 اورو هي يعني 10000 درهم اذا ماشي 200 درهم ولا 300 ولا شحال اكثر واكثر اذا خصنا نخموا في هاد الناس ونخموا في المسؤوليه وتكون عندنا واحد الروح ديال الوطنيه ومش نخموا فقط في المقاوله ديالنا وفي المدخول ديالنا ولكن الناس اللي ما عندهمش هما خصنا نخموا فيهم انا بعدا نقدر نعيش لا بغيتي تحط عليا هذا كانسان انا لا كنت في الجهه ما عندنا فين ناكلو كان عندنا فقط 20 درهم نقدر نتعذب انا وولادي مش نصيدوا الحوت وناكلوا به وداك الشيء ولكن الدوله ما بقتش الدوله عندها مسؤوليه والمقاولات عندهم مسؤوليه والحكومه عندها مسؤوليه والوزيره ما بغاتش تقول ذاك الكلام انا تيظهر لي القلب ديالها تنعرفه عندها واحد العطف على الناس مساكن تنتبه لي بغات تقول اشياء أخرى وماشي 20 درهم اللي قلتها انا قلت لك شحال خصهم قصد ضعف على بالقله على على تكون 200 درهم في النهار للناس اللي ما عندهم شيء